بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجنيس 5000 صهيوني إسرائيلي بالجنسية الإماراتية العبرية. المنطقة العربية تدخل دوامة التقطيع والتغيير من 30 سنة تقريبا، لكن هذا الخبر هو الذي جعلنا نقوم بتنفيذ هذه الحلقة من بداية 1990. وفي موضوع كنا نراه نوع من العبث والهزار، الهزار الماسخ، هذا الموضوع هو اختفاء بعض الدول الخليجية واندماجها داخل دول أخرى. إيه الكلام ده؟ في البداية، بداية الأمر كان أمر غير منطقي، غير مصدق، لأن أغاني خليجنا واحد كانت أغاني عاطفية مؤثرة في وجدان المواطن الخليجي، وإحنا كمان كعرب كنا متأثرين. الثقة في النفط وفي أمريكا كانت ثقة بلا حدود، إلى أن حدث المحظور ودخل صدام إلى الكويت وابتلعها في ليلة وضحاها بإعاز من السفارة الأمريكية في بغداد ورعاية أمريكية في واشنطن وتحريض مخابراتي أمريكي من CIA. ما هو الدافع وما هي المكاسب؟ وهل حقا أصبح اختفاء دول 4 دول خليجية من واقع هذه المنطقة هو واقع بيحدث اليوم وتقود دولة الإمارات أو دولة المؤامرات؟ هنعرف. لكن أفكر حضرتك وحضرتك إن لم تكونوا قد شرفتمونا بالاشتراك في هذه القناة فشرفونا بالاشتراك فيها وعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات اللي حضرتكم بتعرفوها دي عشان الفيديو يصل للناس. ترند في كلمة أو كلمة في ترند، كلمة في ترند. ترددت كثيرا في تناول هذا الموضوع رغم تسجيل هذه الحلقة، لكني آليت على نفسي تأجيل عرضها، عرض هذا الموضوع، اختفاء 4 دول خليجية من الخريطة، خوفا من التهويل وخوفا أيضا على هذه الدول الخليجية التي أحببتها والتي أقر بفضلها وخيرها، الذي لم تمنعه أبدا عن أي وافد عاش بها، وأيضا عن بلاد كثيرة من بلاد العالم. وعلى رأس هذه الدول التي عشت بها قرابة 25 عام وعلاقتي بها بدأت من 35 سنة تقريبا، وهي الكويت. أظن ما أطرحه الآن هو من باب التذكير، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهي تذكرة أيضا لأولي الألباب وأولي الأبصار وأولي العقول من أبناء هذه الأمة ومن أبناء الخليج تحديدا. انتبهوا لبلادكم فهي في خطر حقيقي. لن أطيل في التقديم ونروح مباشرة للحقائق وآراء أهل الخبرة والعلم من أبناء الخليج عشان ما تقولوش أنت مش خليجي بتتكلم في أمر الخليج ليه، ونبدأ من الآخر، من آخر التصريحات والتحذيرات اللي وجهها للخليج واحد منهم، الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام السابق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية إيسيسكو. التحذير كان مباشر وبدون تجميل في الألفاظ أو المصطلحات، لأنه كان خايف جدا على الخليج، وكان يوم 30/6/2021، تاريخ يسود بعيد عنكم بالنسبة للمصريين. قال التويجري أن الخطر يهدد السعودية ودول الخليج، واتهم التويجري في تغريدة عبر حسابه تويتر، اتهم الإمارات بأنها تقود حركة تغيير في الخليج لمحو الهوية العربية الإسلامية من الخليج كله واستبدالها بأجناس ولغات وأديان غير الإسلام والعرب. الكلام ده طبعا حضرتك ما بدأش النهاردة، ده بدأ بقاله يجي 30 سنة. بدأت عملية تجنيس جنسيات أخرى وأديان مختلفة، وتحديدا الجنسية الهندية والجنسية الإيرانية ودول شرق آسيا من المستثمرين أصحاب الأموال. مصوغات هذه الجنسية إيه؟ هي فقط أن يكون صاحب مال كثير وفير، فقط يكون معاه مال فيعطى الجنسية الإماراتية. أكمل التويجري اتهامه للإمارات بأنها قد منحت جنسية بلادها لعدد من أصحاب الديانات الأخرى، فقال تجنيس غير العرب من أتباع الديانات الأخرى في بعض دول الخليج هو غرس لبذور مصائب وفتن ستهدد مستقبل تلك الدول، يعني دول الخليج كلها. هذا الاتهام كان قبل حصولنا على معلومة
تدنيس أكثر من 5000 صهيوني من حملة الجنسية الإسرائيلية الصهيونية بحصولهم على الجنسية المؤامراتية. صحيح ما فيش فرق بين الصهاينة، صهاينة العجم والصهاينة العرب، لكن هذا هو المخطط، وعليك أيها المسلم في الخليج معرفة مصيرك ومصير بلدك، وعليك أن تختار عربي مسلم ولا صهيوني شالومي. دولة الإمارات جنست خلال 3 شهور اللي فاتوا جنست أكثر من 5000 مواطن إسرائيلي وأعطتهم الجنسية الإماراتية. والله أنا حذرت، يا ما صرخت يا ما قلت، كوهين بن زايد أتى بهدف تدمير الأمة، يبي يدمر الأمة ويبي يسهل للصهاينة احتلال والسيطرة على دول الخليج. ورقم واحد السيطرة على مين؟ على المملكة، أرض الحرمين. ده واحد خليجي محروق على بلده، محروق على الخليج، محروق على المسلمين والإسلام في الخليج. كوهين بن زايد يجنس أكتر من 5000 صهيوني إسرائيلي ويعطيهم جوازات سفر إماراتية، وده حضرتك بقى معناه إيه؟ معناه هؤلاء موجودين الآن في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في السعودية. ليه؟ لأنهم مواطني مجلس التعاون الخليجي، يدشوا من مطار الكويت من لين مجلس التعاون، وأنا بقى كمصري عربي لو حبيت أدش الكويت أخد لين الأجنبي اللي معليه شرها. شفت حضرتك الزمن الأغبر اللي احنا عايشين فيه؟ هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه وبنعرضه عليك عشان تاخد بالك. هل حضرتك تحب تلطم ولا نلطم بدالك؟ على العموم الحر اليوم في الكويت وصل 50 درجة وتخطى 50، عشان كده احنا هنقوم بمهمة اللطم على الخدود بدل منكم، كفاية اللي انتوا فيه. معناه ايضا ان الصهاينة الان في الكعبة يطوفون هؤلاء الانجاس حول الكعبة مع عمار بيت الله الاطهار. معناه ايضا ان هؤلاء الانجاس الصهاينة الان يقفون على رأس قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدل ما كنا بنقول خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، هم بقى بيقولوا إيه؟ بيقولوا خيبر خيبر يا محمد جيشنا اليوم إليك يعود. مصدق حضرتك يا مسلم؟ مصدق الحال اللي وصلنا له؟ لأنك عايش وغرقان في ملذات الحياة. والله يعز الأمير، والله يعز الملك، والرئيس الملهم لا يخطئ، والجيش خط أحمر، هذا حالنا كلنا، علينا أن نبكي حالنا أو نستسلم أو نفيق. الصحفي السعودي عبد الله الكويليت اللي حذر من قوانين التدنيس التي أصدرتها البحرين والإمارات قال بعد 20 سنة من الآن ستختفي بعض دول الخليج العربي ويذوب سكانها، ونستيقظ صباحا على جيران من جاليات أسيوية يحملوا نفس الجنسية، وستكون اللغات الهندية والأردية والفارسية معترف بها في مؤسساتنا، وربما نشهد مطالبات دولية بتغيير سيادة هذه الدول العربية إلى سيادات أخرى. ليه؟ لأن الواقع السكاني سوف يتغير، حضرتك سوف تكون أقلية في بلدك. هذه حقائق تقولها معطيات الواقع المرير للأسف. ملحوظة هذا التصريح من الكويليت من عدة سنوات، ليس من أمس أو أول أمس، قبل أن يفتضح مخطط ابن زايد والديانة الإبراهيمية بالمهلبية، وكله يبقى مع كله كرشيك على رأي جماعة الأتراك ما بيقولوا، يعني ما يبقاش في فرق بين إسلام وبوذية، وما تدقش بقى وما تبقاش حنبلي وقول يا باسط. ختم الدكتور التويجري كلامه بأن هناك من حذرنا من عدة سنوات ولم ننتبه ولم نصدقه، حذرونا من هذا الخطر الديموغرافي الهوياتي على المنطقة الخليجية، وها هو اليوم ينمو ويترسخ، والقادم سوف يكون أسوأ ولن ينفع حينئذ الندم. سؤالي البريء جدا لحضرتك يا أيها الخليج العربي المسلم، هل هناك فرصة تنقذ بلادك المسلمة، أم أن ابن زايد أكل الدين والأرض والنفط والندم اليوم لن ينفع؟ حضرتك فكر وإحنا بنتكلم مع بعض، يعني أنا ما أقصدش حاجة. الجزيرة العربية إلا 3 دول، المملكة العربية السعودية، عمان واليمن.
شايف السواد حضرتك؟ أو ده بقى السواد الرسمي. مين ده اللي بيتكلم؟ ده يا سيدي الفاضل هو المفكر الدكتور عبد الله النفيسي الأكاديمي البرلماني الكويتي، لمن لا يعرفه هو واحد من ألمع أبناء الكويت والخليج في الفهم السياسي والاستراتيجي. يطلق عليه مفكر بجد، مش مفكر على ما تفرج، وهو عضو مجلس الأمة الكويتي سنوات عديدة، وهو المتخصص في الشأن الخليجي والإيراني والأمريكي تحديدا، وقد توقع أحداث كثيرة جدا، منها ما حدث بالفعل بين العراق والكويت، ثم توقع أن يتم تقسيم الخليج بين أمريكا وإيران، ثم خروج أمريكا من الخليج وتسليمه بالكامل إلى إيران. وأظن حضرتك هذا هو ما يحدث اليوم. لكن تعال نفهم هذه التصريحات ماذا أحدثت في الواقع. أولا المحلل الأمريكي اللي بيشتغل في السي آي إيه قال كلامه ده بشكل علني كبلونة اختبار رماها. الآن ابن زايد وابن سلمان مش فاضيين، كان وقتها بيلعبوا حضرتك وبيشفطوا وبيجحطوا بالسيارة، وقد قال هذا في بداية الألفين، يعني نهاية 1900 كده بداية الألفين. الاتنين دول حضرتك كانوا لسه صغننين وأطفال صغننين، وكانوا مش فاضيين لموضوع السياسة. لكن ابن زايد خدوه بقى الصهاينة على حجرهم في لندن، وظبطوه وجهزوه وفهموه ان الامارات دي اصلا ملهاش مستقبل لان ملهاش تاريخ، وبناء عليه الحل ايه؟ الحل انه يزيح اخوه الاكبر من رئاسة الدولة في المؤامرة في دولة الامارات، ويقعد هو مكانه زي بالظبط ابوه ما عمل مع اخوه، ما هي حضرتك سلسال كلهم من بعض، وهم هيساعدوه ويعملوا معاه امبراطورية في الخليج، هو يرأس هذه الامبراطورية. تصدق؟ هتصدق ان شاء الله. الواد مش فاهم حاجة، فتح بقه وقال ها، قالوا له مالكش دعوة، ما تفكرش كتير، انت اسمع الكلام وبس. بدأت الحكاية بالفعل بتوريط صدام حسين بغبائه في حربه مع الكويت، وده كان مفتاح دخول الامريكان بشكل واضح وبقوة عسكرية ضخمة جدا لاحتلال العراق والكويت وكل الخليج، وتحديدا بقى منابع النفط، لان الخليج حضرتك كله لا يعنيهم في شيء. لهم عايزين يصطادوا هامور مثلا ولا روبيان ولا صبيطي ولا صبيط، هم جايين للجاز وبس. بعد ما خلصوا على صدام، لان العراق كانت القوة السنية الوحيدة اللي قادرة تقف قدام التمدد الايراني في الخليج كله، سلموا العراق تسليم اهالي لايران. وزي ما حضرتك شايف العراق أصبح مقسم ثلاث دويلات، وشعبه الأغنى في العالم أصبح مش لاقي ياكل، ولا عنده كهرباء ولا عنده عيش ولا عارف يعيش. العراق اللي كان بيرحل إليه كل العرب من أجل التعليم والعمل والفلوس، جمع الثروات كانت بتتم في العراق، أصبح أهله يا ولده لا يجدوا ما يسد به رمقهم ويستر به عوراتهم. تصدق؟ أنا شخصيا مش مصدق ومش عايز أصدق أن العراق وصل لده، لأني حزين جدا على أرض الخلافة العباسية بغداد. قامت في المنطقة دي ثورات عربية، منطقة العربية كلها ثورات عربية، وكانت شعوبنا عاوزة تتحرر بجد، وده كان دافع تاني حركوا بيه ابن زايد. وفعلا هو والواد دحلان الصهيوني بتاع فلسطين أسقطوا الثورات العربية، ثم وضعوا حكام في المنطقة كلها تابعين للكيان الصهيوني، تبعية كاملة صريحة، بل وإن انحناءاتهم، انحناءات الحكام التي كانت من قبل أصبحت الآن زحفا على البطون، كل الحكام بيزحفوا على بطونهم لا مؤاخذة يعني. فتم استبعاد كبار الأمراء السعوديين ليسهل السيطرة من محمد ابن سلمان على السعودية، ويسهل السيطرة أيضا على محمد ابن سلمان، لأن محمد ابن سلمان ليس خبيثا كما ابن زايد، لأن ابن زايد تربية الصهاينة بجد، شارب لبنهم، رضع لبنهم، رضعوا في لندن، وكمان رضعوا مش بس في لندن، ده رضعوا في الإمارات، في أصول الإمارات. الصهاينة كانوا موجودين في الإمارات من بدر قوي، بس احنا ما كناش عارفين. ضحك على محمد ابن سلمان بعد ما وفر له مع الصهاينة الخطة والأدوات والدعم الأمريكي للسيطرة على السعودية، ثم
ورطوا في حرب اليمن التي لم ينجو من حربها أي أحد دخل إليها. اليمن تحديدا أرض تدمر من يدخل إليها. وتم استنزاف السعودية طوال 7 سنين كاملة، وانسحب ابن زايد من مشاركته لابن سلمان في مشكلة اليمن، وأصبح دوره هو السيطرة على كل الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وباب المندب. واللي يعرف حضرتك جغرافيا البحار بشكل كويس والمضايق يعرف أنها من أهم وأخطر المضايق والموانئ في العالم كله. وأصبح قطع أجزاء من اليمن وضمها إلى الإمارات العبرية هدف ابن زايد، وأهم ما قام به فعلا هو سرقة واقتطاع جزيرة سقطرة. ويا حزني على سقطرة وجمال سقطرة التي لا يوجد في العالم كله مثيلا لها، جزيرة نقية. وحبايبنا في اليمن ضايعين مع القات يخزنوا بالليل وبالنهار، والفقر اللي زرعوه في أغنى بلاد الدنيا اليمن، وأصبحوا يعملوا لدى السعوديين والإماراتيين كمرتزقة لقتل إخواتهم من اليمنيين. المخطط الجديد هو احتلال قطر والبحرين والكويت وإذابتهم في الإمارات، وده بالفعل اللي كان حصل في الإمارات والسعودية. طبعا الغزو اللي كان بيتم وتم التخطيط ليه وتم التنفيذ بالفعل لاحتلال قطر تم، ولم يوقفه إلا عناية الله سبحانه وتعالى. ثم أمير الكويت اللي طلع وقال وحذر بالفعل تحذير واضح كان في أمريكا وقتها، تقسيم أجزاء من حدود اليمن وضمها إلى السعودية، الأجزاء المطلة على السعودية، وأيضا تقسيم واقتطاع أجزاء من اليمن التي الأجزاء التي تطل على سلطنة عمان وضمها إلى الإمارات بما فيها أجزاء من سلطنة عمان. ويبقى حضرتك اليمن تبقى للحوثي فقط، هو الحاكم الفعلي لليمنيين. وسلم لي بقى حضرتك على الحكومة اليمنية الوطنية الشرعية التي تدير شؤون اليمن المسكين الفقير اللي مش لاقي ياكل وهي داخل فنادق الرياض. أخبارك إيه يا حاج هادي؟ لسه حضرتك هادي؟ جت هخيني في النفيسي موضوعيته وعدم عنصريته، ما عندوش النعرة الكذابة اللي عند كتير الحقيقة من أحبابنا في الخليج، وهي نعرة وليدة سنوات قريبة جدا. النفط هو اللي عمل النعرة دي، لأن أباء هؤلاء وأجدادهم، أجداد هذا الجيل الشاب اللي عايش اليوم في الخليج، كانوا أناس فقراء وكانوا عارفين قدرهم كويس وكانوا مقدرين للنعمة التي رزقهم بها الله سبحانه وتعالى. النفيسي يضع أمام الشعوب الخليجية الحقيقة كاملة واضحة عارية كما هي، وعليكم أن تختاروا إما الذوبان في الدول الثلاثة السعودية العظمى، ومش عارف جابوا العظمى دي منين أصلا، وإيه هي مقومات العظمة اللي في السعودية، يعني عارف حضرتك كده حاجة تضحك ولكنه ضحك كالبكاء. يعني حتى حين خرج الصحابة عليهم رضوان الله وهم بسطاء فقراء من مكة والمدينة ليفتحوا بلاد الدنيا كلها، كان سلاحهم هو التواضع والضعف أمام الله سبحانه وتعالى والقوة مع الأعداء. لم يقولوا العظمى أبدا، لم نسمع عظمى أو عظيمة، لكننا عرفنا أنها خلافة راشدة. عودوا لرشدكم يرحمكم الله. وطبعا مش هنقدر أبدا ننسى دولة الإمارات العظمى التي تحتل مصر وإفريقيا والخليج واليمن وتركيا بعدد سكانها الضخم جدا اللي هو حضرتك قد إيه؟ 974,000 إنسان فقط، منهم 220,000 عربي فقط والباقي إيرانيين وهنود. تصدق؟ أتصدق إن شاء الله. والله مش حاجة تضحك دي يا ابن زايد، والله حاجة تضحك يا حبيبي. ابن زايد ومعاه الفلسطيني الصهيوني دحلان بيحاولوا يعملوا إمبراطورية. على رأي النفيسي العيال كبرت. أنا أعتقد الكويت ما لها مستقبل، قطر لوحدها ما لها مستقبل، بحرين ما لها مستقبل، الإمارات ما لها مستقبل. لازم هذه الدول الأربع إذا ما تحل مشكلتها الاستراتيجية، معضلتها الاستراتيجية وهي معضلة أمنية جيو استراتيجية، لابد أن تلتحم بالمملكة العربية السعودية وبعمان وباليمن وتصبح الجغرافيا الكبيرة دولة واحدة. الحل في دولة واحدة، هو ده خلاصة الكلام، دولة واحدة يتحد الخليج كله في دولة واحدة حقيقية، وهذا هو خلاصهم الذي هو أهم من النفط. النفط
على أبواب الانتهاء الآن، حضرتك قدامه سنوات مش كتير ويخلص. يعني كل دولة اللي كانت خايفة تجنس عربي مسلم بجنسيتها اللي جاي طمعان في النفط، خلاص ما بقاش فيه مطمع. الحكاية بقى يا معود ما بقاش فيها مطمع. بس اللي حصل ان الاتحاد اللي نفذه ابن سلمان وابن زايد ليس مع دول الخليج المسلمة، انما مع دولة الكيان الصهيوني. تصدق؟ هتصدق ان شاء الله، ظنا منه ان الصهاينة هم الحامل الحقيقي لعروشهم، وربما فعلا الصهاينة هم اللي بيحموهم، انا معرفش. لكن حماس كشفت هذا الكذب بصواريخها التي جعلت هذا الكيان الصهيوني يرتعب ويختبئ في المخابئ. واللي حصل برضو ان ابن سلمان اكتشف تماما انه كان مخدوعا وكان مجرد ألعوبة في ايد ابن زايد، وانه بيستخدمه لاقتطاع اجزاء من السعودية نفسها لصالح دولة المؤامرات العظمى اللي بيخطط هو لإنشائها مع الصهاينة والإيرانيين. هتقول لي يا رجل معقول إسرائيل والإيرانيين بيشتغلوا مع بعض؟ أقول لحضرتك وضيف لهم كمان الأمريكان، وكل واحد منهم له دور في نهب ثروات هذه المنطقة والسيطرة على شعوبها والقضاء تماما على الإسلام، الإسلام ومقدساته، مقدسات المسلمين الباقية مكة والمدينة. واللي مش مصدق لمؤاخذة يختار له أي حيطة ناشفة شويتين ويخبط راسه فيها، لأن هذول الصهاينة داخلين بتريليونات، يبون يشترون الأراضي، يبون يدخلون الشركات المساهمة، والله راح يسيطرون على البورصة، راح يسيطرون على الوزارات، راح يسيطرون على الاقتصاد، راح يسيطرون على العقارات. والله بكرة أنت غريب في بلدك يا إماراتي. وبعد ما يكملون احتلالهم وسيطرتهم على دولة الإمارات، راح يبدون تدريجيا السيطرة والدخول في دول مجلس التعاون. وأنا شوفوا، أنا إنسان قطري، والله سم ضروسي وأكره وأرفض وبشدة أن الصهاينة يدخلون بلادي، ولكن مع ذلك دخول الصهاينة بلادي أهون من دخولهم أرض الحرمين. ركزوا معايا هلا في المملكة، هذول مخططاتهم قذرة ونجسة، يريدون احتلال مكة، يريدون احتلال المدينة، والله راح يسيطرون على بلادكم، راح يشترون أراضي بتريليونات. ألا هل بلغنا؟ ألا هل تكلمنا؟ ألا هل صرخنا؟ ألا هل حذرنا ونبهنا؟ اللهم فاشهد أن براء من كل صهيوني يحكم بلادنا ويسلم مقدراتها للصهاينة أعداء الإسلام. اللهم إنا لا نملك إلا الكلمة وهي سلاحنا، فهل استخدمنا هذا السلاح ليفيق المسلمين في بلاد الدنيا وبلاد الحرمين والخليج المسلم المستهدف بالتهويد والتنصير والإلحاد والبوذية والسيخية والنصرانية؟ نعم والله. وانظروا أيها الخليجيين، من يربيكم ويربي أبناءكم في بيوتكم؟ هل يتم اختيار مربية مسلمة؟ أم أنكم تختاروا لأبنائكم نصارى فلبينيين وسيخ وهنود وبوذيين؟ اللهم ارزقنا صحوة نعيد بها العزة للإسلام والمسلمين. وهذا ماجد عبد الله يحييكم. ترند في كلمة أو كلمة في ترند، كلمة في ترند.